الإعلامي الكبير الأستاذ نشأت الدية المتخصص في الشأن التركي والصديق العزيز. الأستاذ نشأت الحقيقة هو كان معنا الأسبوع اللي فات والأسبوع ده إن شاء الله وربما في أوقات تانية، لأنه هو زي ما قلت في البداية في أول البرنامج الأستاذ نشأت يعني هو متخصص عارف وفاهم وليس له غرض، وهو دايما بيتكلم في الأمور بيصفها كما ما وعارف تماما هذا الموضوع. هو على اتصال وثيق جدا بقواعد كثيرة أو اتجاهات كثيرة جدا في الشأن التركي في تركيا. النهاردة في حاجات كثيرة غير مفهومة لما الواحد يقعد يشوفها ويقفل، الراجل عمال يقفل في مدارس ويقفل في الجامعات وعمال يقفل في حاجات، والغرب ساكت وأمريكا ساكتة، اللي هم بيعلموا الديمقراطية، ما هم دول الألفة بتوع العالم ولا حد بيكلمه وحد سايبه. طب إيه الحكاية؟ إيه الموضوع؟ هو ده اللي هنحاول نعرفه من الأستاذ نشأت أديه. مساء الخير أستاذ نشأت. خير يا أستاذ إبراهيم. إزي حضرتك؟ الحمد لله. قول لنا إيه الموضوع؟ الموضوع معقد لكنه بيعكس توجهات كونية ربما وليست إقليمية فقط. يعني العالم بيدور بشكل ربما هناك جزء فقط مرئي والأجزاء كثيرة غير مرئية. ما الجزء الذي نراه والذي يتم التصريح به ليس هو المهم. الأشياء التي لا يتم التصريح بها والأشياء التي لا يتم قراءتها دي الأهم الذي يجب أن نبحث عنه بشكل دقيق في سياق الأحداث. الأحداث ربما قراءة الأحداث بتترجم الأهداف والغايات الموجودة في المنطقة. المنطقة بشكل عام وليست المنطقة العربية وإنما منطقة الشرق الأوسط الكبير بالأفكار الأمريكية ربما مقصود أن يصل إلى ما وصل إليه، لكن هل وصلنا إلى نهاية الحكاية أو الرواية أو الفيلم؟ أعتقد ما زلنا في منتصف الطريق، طريق طويل. لكن أنا في 1995 في 2005 كان هناك كلمة لأردوغان، كلمة كانت خطيرة للغاية، بيقول فيها إنه الديمقراطية سبيل وطريق ووسيلة وليست غاية، وسيلة وطريق وسبيل الوصول إلى الحكم وفقط، نقطة. أعتقد أنه الحزب العدالة والتنمية كأحد الأزرع المنبثقة من فكرة الإسلام السياسي، المنبثقة من فكرة القطبيين والإخوان، اللي منبثق منها كل التيارات الإرهابية الموجودة في العالم كله أو الإسلام السياسي، نفس الأفكار. هم العالم بيتكلم بالديمقراطية، خلينا نتكلم بالديمقراطية عشان نوصل للحكم وبعدها سوف يحدث ما نريد. أعتقد أنه القصة دي ليست بعيدة عن مخطط كبير. يعني متروك أردوغان بيتحرك في منطقة زي ما كان متروك مرسي والإخوان بيتحركوا في منطقة، لكن في إطار خطة عامة لا يراها مرسي ولا يراها أردوغان. أذكرك وأذكر المشاهد الكريم أستاذ إبراهيم بما جرى في السودان. يعني القصة للتقريب والتوضيح، كان هناك جيش موجود طلع منه ضابط اسمه أحمد حسن البشير اللي هو الرئيس البشير، وقاد انقلاب داخل السودان ووصل الحكم برعاية وتعضيد ومساندة ودعم حسن الترابي. حسن الترابي كان هو المفكر هو العقل، وكان أخونا البشير هو العضلات. وصل الحكم وبعدين بعد شوية افترقوا وحط البشير في السجن. ما يجري في تركيا الترابي. ما يجري في تركيا الآن حطوا الترابي في السجن، حطوا الترابي في السجن. الآن بيحصل أنه أردوغان مع العلامة فتح الله جولن كانوا تقريبا نفس الضرب ونفس الطريق في البداية، طريق الصوفية واحد طريق الإخوان، بيتوائموا في أفكار ذات توجهات إسلامية رغم الخلاف اللي بينهم، إلا أنه كانوا ماشيين مع بعض زي البشير والترابي وانقسموا وانتهت بتقسيم السودان. الآن ما يجري في تركيا الآن ربما بعد ساعات من الانقلاب المزعوم أو الانقلاب المسرحية أو الانقلاب الهزلي، حدث انه اتهام صريح واتهام مباشر لفتح الله جولن بانه قاد الانقلاب. الاحداث المتسارعه التي ربما لا يتصورها عقل ولا يستطيع كائن مكان ان يتتبعها بكل مفرداتها، نحن ما نتتبعه ونتنقله استاذ ابراهيم في وسائل الاعلام ربما جزء مش كل ما يجري داخل تركيا. ما يجري داخل تركيا عمليه في كافه الاتجاهات، في كافه ربوع الدولة التركية في وقت واحد وفي كل الاتجاهات، وكأن ما يجري الآن لا يمكن أن يتصوره عقل عاقل أنه قد جرى ترتيبه في أعقاب الانقلاب، وإنما كل ما يجري الآن كان مرسوما، كان مخططا، كان مستفا كما تقول قبل الانقلاب بخطوات. وكان أول القصيدة أن يتم اتهام فتح الله جولن بأنه قاد الانقلاب. ما يجري الآن في تركيا وفي خارج تركيا بالمناسبة، في الأردن، في المغرب، وفي محاولات كانت
في كل الدول العربية لإغلاق كافة المدارس ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بجماعة فتح الله جل. على فكرة في مدرسة في مصر من هذه المدارس كان في محاولات كثيرة لإغلاقها في الفترات السابقة، لكن في كل الأحوال أكثر من 60-70 مدرسة في المنطقة، وفي روسيا أكثر دولة غير عربية وغير مسلمة فيها مدارس هي روسيا. أنا أتصور أنه أردوغان أرسل خطابات لكافة الدول خاصة أخيراً كانت المغرب والأردن بإغلاق المدارس التابعة لفتح الله جولان. إذن وصل لفكرة تجفيف المنابع، فكرة تجفيف منابع هذه الجماعة اللي هو على يقين لم تقود هذا الانقلاب ولم تنفذ هذا الانقلاب وليس لها علاقة بهذا الانقلاب، وإنما فقط استشعر الخطر من هذه الجماعة. ليه؟ لأن هذه الجماعة نافذة بالفعل، هذه الجماعة لها نفوذ قوي داخل أوساط التركية بشكل يعني أنا ألمسه، بيثقوا فيه يعني بيثقوا فيهم، بيثقوا في هذا الرجل، وهذا الرجل ليس له مآرب سياسية وليس له أطماع فقط. يعني أنا من الممكن لدي كتب كثيرة لهذا الرجل، والروحانيات الصوفية حتى أقربها للمشاهد الكريم، الطريقة الصوفية البسيطة اللي فيها نوع من الحديث بينك وبين الخالق دون وسيط. ربما كلمات فتح الله كولن، فتح الله جولن، فتح الله كولن، كل هذه المسميات موجودة على الانترنت دروسه، وبيتحدث عن الصفاء الذهني وخلافه، جمع الكثير من هؤلاء. أنا أحد هؤلاء التابعين لجمعية فتح الله كولن أو جماعة الخدمة، قال لي بأننا كان أمامي طريقين، طريق داعش وطريق حزب العدالة والتنمية بشكل قناعة إيديولوجية بأنه طريق الخلاص من الظلم في العالم هو الاندماج في هذه الجماعات، لكن ما أنقذني هو جماعة فتح الله جولن التي تبحث عن الصفاء وتبحث عن السلام. أكبر جمعية أو جماعة أو مجموعة منظمة، يعني مجموعة مش سياسية خالص، ليس لها علاقة بالسياسة. هذه المجموعة بقيادة فتح الله جولن له أشياء أيضا ألغاز، صاحب علاقات وطيدة هذا الرجل مع الولايات المتحدة الأمريكية والمخابرات الأمريكية بشكل واضح، صاحب علاقات وطيدة مع الاتحاد الأوروبي بشكل نافذ وواسع النفوذ، له علاقات أيضا مع إسرائيل. يعني أيضا هذا لغز يحتاج إلى تفكير وإلى تفسير وإلى تحليل وإلى حلحلة. خلافات أردوغان مع فتح الله جولن كانت بعد قضية الفساد، كما تحدثت مع حضرتك الأسبوع الماضي، قضية الفساد اللي متورط فيها أسرة أردوغان، وحدث الخلاف الشديد بين الاثنين، وحدث الخلاف أيضا في أعقاب قيام أردوغان أو طلب أردوغان بعدم وجود أي آلية قانونية لمحاسبة رئيس المخابرات أو مدير المخابرات في حينها، لذلك حصل خلاف بينه وبين فتح الله جولن. لكن أيضا كان كل من ضمن الانتقادات اللازعة لأردوغان بأنه قطع حبال الوصال بينه وبين الاتحاد الأوروبي بسلوكياته السياسية، بتصرفاته ضد وسائل الإعلام، بالحريات وخلافه. إذا كان فتح الله جولن ربما غربي الهوى، أوروبي الهوى، يعني رغم أنه إسلامي وصوفي إلا أنه كان يهوى ويميل إلى اندماج أوروبا في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير، تركيا ضد مع الاتحاد الأوروبي، وكان ربما بينظر إلى أردوغان في ميوله تجاه الشرق بالريبة والشك. أنا سألت وراء هذا التوجه، لماذا هذا الرجل الصوفي الإسلامي الذي يصل بشكل أو بآخر في وحدانية مع الله وكذا ينظر إلى أردوغان الذي يفتح أبوابه تجاه الشرق بالريبة؟ التفسير كان واضح انه هذا الرجل بيرفض فكرة السلطان العثماني مرة اخرى، بيرفض فكرة انه الدولة العثمانية تقوم مرة اخرى، فكرة الخلافة العثمانية مرة اخرى، لانه بيعلم تماما بداية هذا دغدغة مشاعر الجماهير فين؟ في الشرق اللي ابوابها مصر وليبيا وتونس وسوريا والعراق وخلافه، اللي اردوغان بيعمله بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية، بيطرق على هذه الابواب، يبدأ في حديث سياسي يدغدغ مشاعر هذه الجماهير في تمثيلية وفي مسرحية أثارت إعجاب الكثيرين، ربما نحن منهم، عندما خرج من اجتماع ديفوس مع شيمون بريز. أتصور أنه نجح كثيرا في هذا، كان بينظر إليه بوعي كامل فتح الله جولن أنه يخطط لا للوصول مع الشرق إلى اتفاقات اقتصادية وتعاون اقتصادي، وإنما لإعادة أمجاد السلطان العثماني من جديد. لذلك كان ضد جولن، ضد توجهات أردوغان في طرق أبواب الشرق، لأنه يعلم أن نهايتها هي أنه ينصب نفسه السلطان العثماني بشكل واضح. وأعتقد أنه كل سلوكات أردوغان حينما كان رئيسا للوزراء ثم رئيسا للدولة، إقامته في هذا القصر المنيف
القصر الأبيض، ووجوده استقباله لأحد الرؤساء وأحد الزعماء ويضع تاريخ الجنود العثمانيين بهذا النوع من النشوة السياسية، أنا أتصور أنه كان بالفعل بيعكس مخاوف فتح الله جولن من أن التوجهات تجاه الشرق بتعني إعادة ابتعاث الدولة العثمانية من جديد وابتعاث السلطان العثماني من جديد. هذا هو الخلاف بين الرجلين. لكن هل فتح الله جولن إلى هذه الدرجة من الضعف وإلى هذه الدرجة من عدم الاحتماء ووجود حاضنة سياسية داخل المتحدة الأمريكية؟ أنا أتصور أنه حسابات أردوغان خاطئة هذه المرة حينما وقف واتهم الرجل علانية بعد ساعات من الانقلاب دون تحقيق ودون تدقيق ودون أي شيء يدخل العقل خلال ساعات قليلة، قال أن هذا الرجل هو الذي قام بالانقلاب وجماعته، ثم قال بالولايات المتحدة الأمريكية بضرورة تسليمه فورا، ثم كان الرد الأمريكي والمبارزة السياسية بين جون كيري وبين الرئيس التركي، ثم حتى كلمات باراك أوباما بأنه الولايات المتحدة لم تسمع ولم تعرف ولم تشارك وليس لها علاقة بهذا الأمر بما جرى في تركيا، وكأنه يقول بأنه أنتم أدرى بما جرى، يقول لأردوغان أنتم أدرى بما جرى. وبالنسبة لفتح الله كلين، فإذا كان هناك دلائل لتسليمه فتقدمها تركيا وسوف ندرسها، ولم يقل سوف نسلمه. أردوغان بالأمس كان بيتحدث لوكالة الأنباء الفرنسية ربما، بيقول أنه أنا في حالة اندهاش من رد فعل الأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية طالبتنا بتسليم بعض الإرهابيين والمطلوبين فسلمناهم دون تحقيق ودون أن نطلب منهم أي دليل. هو الراجل ده هطل، قال كده امبارح، هو ده هطل ولا هو أعتقد أنه فقد صوابه. يعني هناك بعض المعارضين داخل تركيا بيطالبوا بهذا الرجل أن يتم الكشف عن قوى العقلية. هذا لا ما اللي يقول كده، يعني الراجل أنت بيدين نفسك، بيدين نفسه. قال إحنا امبارح قال سلمتهم بدون تحقيق. يوم الجمعة اللي عايز من المشاهدين يتأكد من كلامه مش بيقول كلام، يوم الجمعة أردوغان في إحدى وسائل الإعلام الفرنسية قال إنه عندما طلبت أمريكا من تركيا تسليم بعض المطلوبين سلمناهم دون أن نطلب أي دليل أو أي تحقيقات أو أي دلائل. فنحن في حالة دهشة شديدة، لماذا تطلب الولايات المتحدة الأمريكية دليل من تركيا على تورط فتح الله كلين ويجب أن تسلمه دون دليل؟ أنا بقى بقول لحضرتك دلوقتي، لماذا لا تعلن؟ ده اقتراحي. الراجل ده موجود متهم وعايزين يسلموه، اهلا بيه في مصر. ايه المشكله انه اهلا بيه في مصر؟ ايه المشكله؟ انت عندك مصر دوله بها الفصيل المعادل للدوله المصريه، والذي يستهدف زعزعه الامن في الدوله المصريه، الذي يستهدف ضرب الجيش المصري، موجودين في اسطنبول في تركيا، جماعه الاخوان، تنظيم الدوله الاخوان المسلمين بقناتهم الفضائيه الموجوده. ده على حساب السؤال تركيا. السؤال لماذا لا يتم فتح ابواب القاهره لمحمد فتح الله جولن؟ وعلى فكره استاذ ابراهيم، انا قلت هذا الكلام معك من سنه يمكن او سنتين تقريبا. هذا الرجل هو مفتاح، هو السر. لو الناس رجعت للحلقه اللي كانت مع حضرتك، قلت فتح الله كل محمد، ما كانش اسمه معروف، دلوقتي معروف، قلنا هذا الرجل المفتاح، وندعيه لمصر وندعيه للازهر ويجي عندنا. اعتقد انه انا الاوان ان انا الخارجية عندي معرفش أني جاها في مصر تقول أهلا بيه في مصر موجود، لأنه فعلا لا يفل الحديد إلى الحديد. أنا عندي جماعات هناك وبنطلب من تركيا تسليمهم، بترفض تماما. وعلى فكرة الإخوان المتواجدين المصريين المتواجدين في تركيا لو لم يذنبوا في مصر أذنبوا في تركيا بتحريضهم على القتل بشكل صريح وبشكل واضح وبشكل فج وبشكل فاضح على مرأة ومسمع الجميع في وسائل إعلام مدعومة من الدولة التركية. ده هي اللي تصرف عليها، ده فتحين لهم قنوات. يبقى أهلا وسهلا، وأنا دعوة مني، أنا ما عندناش دعوة بالحكومة يا أستاذ إبراهيم، دعوة شخصية مني للعلامة محمد فتح الله جولن أن يأتي إلى القاهرة، أهلا به في القاهرة، هو وكل قنواته الفضائية بالمناسبة وكل مريديه يجوا مصر. والله خلينا نتكلم، هذا الرجل غير مذنب، هذا الرجل معتدل، احنا مش شايفين اللي عايز يستلم افراد. وبعدين احنا النهارده مش دي سياسه بقى، ومش دي مصالح، وانا بدور على مصالح وادور على مصالح، وانت خدت الموقف العدائي. طب ما انا اقدر اعمل ده ونقدر نعمل. وبعدين انا مش نايب ده عشان نغيظه على فكره، انما انا نايب ده لاسباب كثيره جدا، لان المساله مش مساله ان النهارده 24 يوليا بيمثل 93 عام على اتفاقيه لوزان. اتفاقية لوزان في سويسرا كانت إنشاء أو تكوين أو تدشين دولة تركية. مصطفى كمال أتاتورك جه في سنة 23
في سويسرا كان تركيا الدولة العثمانية تفككت وهزمت في الحرب العالمية الأولى، وكان في سنة 20 في اتفاقية، هذه الاتفاقية كان كل القوميات تاخد استقلالها. مصطفى كمال أتاتورك كل من شارك في اتفاقية 20 نزع منه الجنسية التركية، وعمل اتفاقية بين تركيا وبين انجلترا وفرنسا في جنوب سويسرا، وتم تدشين وانشاء الدولة التركية في مثل هذا اليوم. النهارده كان اردوغان ورئيس حكومته بيحتفلوا بمرور 93 عام على انشاء الدولة التركية. 93 عام بيقول فيها انه احنا علينا نحافظ على الارث اللي سابه لنا اتاتورك. هل اردوغان بيسير على ان هذا النفاق بيسير على ما تركه كمال الدين اتاتورك؟ لا لا لا. اردوغان بيسير عليه لكن بيمسح باستيكه زي ما بنقول، لان اردوغان في بيت الشعر بتاعه اللي اتسجن عليه قال ان المآذن هي سلاحنا وهي مدافعنا والقباب هي الدروع، في بيت الشعر الشهير اتسجن وكان ممنوع من ممارسه السياسه مدى الحياه. هل هذا نحن مسلمين، انا شخصيا مسلم وافهم تماما الدين الاسلامي بشكله ومضمونه ورسالته، لكن ابدا لم يكن الدين الاسلامي دين قتل، ابدا لم يكن الدين الاسلامي دين عداء، ابدا لم يكن الدين الاسلامي دين انشاء وتكوين جماعه داعش والنصره اللي انشاها اللي ما بيفهمش يفهم، اللي مش شايف يشوف. الامور بقت واضحه، اللي كان مستخبي امبارح بقى واضح، اللي كان تحت ترابيزه امبارح بقى فوق الترابيزه النهارده، اللي انشا الجماعات الارهابيه في سوريا والعراق كان الدولة التركية، اللي انشأ الجماعات الارهابية في ليبيا دلوقتي في حدود مصر هي الدولة التركية. الدولة التركية بتحاول ان تزعزع الاستقرار في المنطقة في شمال افريقيا من ناحية وفي منطقة الشام من ناحية اخرى، حتى يستطيع اردوغان ان يتحرك لايقاظ الحلم العثماني من جديد. النهاردة 93 عام على انشاء الدولة التركية، النهاردة 93 عام على اتفاقية لوزان اللي كان فيها تركيا العثمانية هزمت تقطعت اوصالها، الرجل المريض تفتكر والناس تفتكر في التاريخ، تم تقسيم ثروه الرجل المريض بين الدول السمت. واعتقد انه هو بيقول ان احنا بعد 100 سنه يعني سنه 23 لازم تركيا تصبح دوله عظمى وتصبح من ويلم العالم ويلم تاني اللي اتقطع يعني. لكن ما جرى في تركيا خلال الاسبوع الماضي، ما جرى في تركيا ربما لا يدري اردوغان انه بذر بذور الفتنه التي تؤدي الى حرب اهليه في داخل تركيا. انا يا استاذ ابراهيم شايف دول الاتحاد الاوروبي واخده موقف صارم تجاه تركيا، لا لشيء ولا للدفاع عن الحريات ولا للدفاع عن حقوق الانسان ولا للدفاع عن الديمقراطيه، وانما شيء واحد. واذكر المشاهد الكريم ارجع متى وقف الاتحاد الاوروبي لمحاوله حلحله الازمه السوريه، عندما كان هناك امواج من المهاجرين بدات تدخل الى اوروبا، هنا ونسيوا الاسد وقالوا ما فيش مشكله يقعد الراجل بس يلم الموضوع، ما فيش مشكله يقعد بس يحل الازمه. الان عندما استشعرت دول الاتحاد الاوروبي الخطر على اوروبا وعلى الدول الاوروبيه من جراء حرب اهليه منتظره ومتوقعه داخل تركيا، بموجبها ونتيجتها يتحول تركيا الى بلد فيها قلاقل وحروب اهليه، ومن ثم يكون هناك امواج جديده، لكن هذه المره ليست سوريه، تركيا، من المهاجرين من تركيا الى اوروبا وخاصه المانيا. لذلك بتجد انه الرد الفعل الاوروبي الانجليزي، رد الفعل الالماني الفرنسي الايطالي، اعتقد انه صارم للغايه في ضرورة أن يتوقف أردوغان عن هذه الممارسات، هذه الممارسات التي تؤدي في النهاية إلى تفتيت الجيش، هذا الجيش الذي أهين واضطر أن يبتلع هذه الإهانة لكنه لن ينسى وسوف يقفز الجيش مرة أخرى. دي مش أمنيات، دي قراءات. احنا لا نقفز بنقولش ثورة جيش، احنا بنقول في حركة وفي انقلاب هيحدث في الجيش التركي من جراء ما يجري الآن. ده إن كنا محايدين تماما القوى المدنية، القوى المدنية الضعيفة، المعارضة التركية الضعيفة. النهاردة كان بيتكلم قبل ما اجي لحضرتك رئيس حزب الشعب التركي كمال كليكدار اوغلو بشكل فاضح، بشكل ضعيف، بشكل يوحي بالهزيمة النفسية، بيقول انه ابدا احنا ضد الانقلابات، وابدا ان حزب الشعب اكثر اذى ذاقه في حياته سياسية من جراء الانقلابات، لذلك وقفنا بجوار اردوغان، لكن انا كل دعوات لاردوغان الا ياتي على الحريات. بمنتهى الضعف السياسي والفشل التاريخي لهذه الاحزاب. انا اتصور هناك حزمه من الاحزاب السياسيه بتجد طريقها للميلاد الان، وهناك حزب سياسي جديد على انقاض حزب العداله والتنميه، وهناك حركه جيش جديده. المجتمع التركي الان ربما اكتشف حقيقه اردوغان، ربما
اكتشف ايضا حقيقة سلوكيات اردوغان كانت كاشفة له. اردوغان يسير الان كان مخططا، كل ما هو قادم ليس مخططا وانما وليد اللحظة خطوة بخطوة ويوم بيوم. وانا اتصور انه برعونته السياسية وحماقته السياسية السابقة انا اعتقد انه سوف يقع. يعني هو فعل ورد فعل. طيب انا دلوقتي لو احنا لينا النهارده اردوغان ظهيره الشعبي قد ايه بقى اللي هم في تنويع العداله وكل الناس اللي معاه، وبعدين نقدر عايزين نشوف قد ايه الجماعه اللي مع كولين. يعني انا عايز لما دين عايزين تفنيطه للشعب التركي، بس الناس فاهمه ان الاخوان هناك الاغلبيه العظمى، وده هو عملوا اغلبيه في انتخابات انما مش اغلبيه العظمى للشعب. طيب احنا عارفين ان دايما التيارات الاسلاميه والاخوان ومنبثق منهم وهذه يعني وان على شاكلتهم لديهم مهاره في الانتخابات لانه بيلعب على المناطق الفقيره وبيلعب على كده. هي لكن هو خليني ارجع واقول هو في الانتخابات الرئاسيه والانتخابات البرلمانيه والانتخابات البلديه كان عندي انتخابين، انتخابات برلمانيه مرتين اللي سقط فيها حزب العداله والتنميه وفشل في عمل حكومه ائتلافيه مع باقي الاحزاب، وكان بيخاطر اردوغان الى ذلك الى ان تفشل الحكومه الائتلافيه من اجل ان يذهب الى انتخابات جديده. حقق قد ايه في الانتخابات؟ لم يحقق 50% في احسن تقدير، كان 51% في او 50% في المرحله الثانيه، يعني معناها نص الشعب التركي مش معاه. طيب اللي انتخبوا قد ايه منهم حزب عداله وتنميه؟ حزب العداله والتنميه ربما لا يصل الى 10% من المجتمع التركي. 10% لا يصل الى 10% من المجتمع التركي. طب التصنيفه الثانيه ايه بقى؟ التصنيفة الثانية اللي ادى اصواته لاردوغان ايضا، يعني في ناس ادت اصوات لاردوغان وحزب العدالة والتنمية وليسوا من حزب العدالة والتنمية، افكر الناس بفكرة عصير الرمون في مصر اللي هم يعني قال لك انه عندي نشاط اقتصادي وعندي وعايز استقرار ومش عايز جيش ومش عايز، فاختاروا اردوغان لكنهم ليسوا حزب العدالة والتنمية. انا شايف الحركة القومية، الحركة القومية هي الميراث التاريخي لكمال اتاتورك وللدولة العلمانية الحقيقية في تركيا، لكن في رافد جديد استاذ ابراهيم يجب ان ننظر اليه باحترام جميعا، وده حقق في الانتخابات الماضيه نتائج ابهرت وكانت في حاله ذهول سياسي داخل تركيا. حزب الشعوب الديمقراطيه اللي هو الاكراد السياسيين اللي هو صلاح الدين دمرداش، المجموعه هذه المجموعه خدوا اكثر من 12% من عدد المقاعد في البرلمان، وكان اردوغان بيراهن لانهم تخطوا العتبه الانتخابيه، العتبة الانتخابية 10% وكان بيراهن اردوغان ان هو مش هياخد العتبة الانتخابية، خد العتبة الانتخابية ووصل لاكثر من 80 نائب في البرلمان. هذه الجماعة وراها ظهير سياسي وحاضنة شعبية، كتلة واحدة لا تتفتت هي الاكراد. الاكراد في تركيا اكثر من 15 مليون. يعني خلاص يعني عندنا تعدي الاكراد. الاكراد. عندك العلويين. العلويين قد ايه؟ العلويين اكثر من 6 مليون. العلويين لديهم مذهبية وخلافهم مع اردوغان على ما يجري في سوريا ومنطقة العلوية. يبقى عندك اكراد صراع قوميات، عندك علويين صراع مذهبيات، يبقى عندك صراع ديني وصراع قومي، عندك صراع حزبي ما بين القوميين. القوميين يمثلوا قد ايه القوميين؟ القوميين 20 23% بشكل يعني برضه 25% تقريبا. 25%. فبالتالي انا الخلاصه عايز اقول لك انه لم يبقى من متابعين او مؤيدين او داعمين لاردوغان اكثر من 10%. هل ال 10% راضين عن اردوغان؟ ال 10% مش راضين عن اردوغان لانه داخل حزب العداله والتنميه فيه انشقاق، في تفتت، والدليل خروج احمد داوود اوغلو رغم خروجه داعما لاردوغان في الازمه، عبد الله جول رغم كلماته الصريحه انه مع اردوغان، لكن داخل حزب العداله والتنميه هناك حاله تفتت، هناك خروج لقيادات تاريخيه داخل الحزب، ودول اللي اراهن خلال الفتره القادمه سوف يؤسسون حزبا جديدا. ما جرى خلال الانقلاب او مسرحيه الانقلاب انه انزلوا في الشارع وما تتحركوش من الشارع. فاكر حضرتك في فتره مرسي وفتره هم اللي كانوا بيجوا في كل مؤتمر ليه؟ هم نفس الناس، هم دبنوا وظيفتهم يملأوا حيز من الفراغ السياسي. دول شغلتهم. فهم 3% قيل ان هم 3% لا يزيد عن 3% متواجدين بشكل مكثف وعليهم الكاميرات. ما هم دول بيجوا بالعربيات، نفس العربيات بتاعت مرسي يعني ودوها هناك، بيجيبوهم بقى من الشرقيه ومن القليوبيه ومن هنا. هم انا عايز الفت نظر حضرتك والمشاهد الكريم انه تذكر ما جرى خلال الساعات الماضيه من تكسير وتحطيم وحرق لمكتبات بها كتب دينيه تابعة لجمعيات أو مؤسسات أو أكاديميات أو مراكز بحوث تابعة لمحمد فتح الله جولين بشكل ربما يعيد عصر التتار. لم يحدث
مثل هذا الحرق الكتب بشكل غير مسبوق خلال الساعات الماضيه. هو مش عارف ان ده هيعمل رد فعل، هيعمل يعني هو بيعمل فعل مش هيعمل رد فعل، هو فاهم انه بيعمل ده هيوقد. هو ده ما انا برضه انا عايز اكشف الاخبار. ما هو انا يا استاذ ابراهيم في ناس كتير بتقول انه اكيد بيفكر واكيد شايف واكيد عارف. انا اقول لهم هو كان هتلر بيفكر وعارف، موسوليني كان بيفكر وعارف، كل هؤلاء المستبدين الذين فتح لهم التاريخ صفحاته هل كانوا بالفعل في حاله تعقل؟ لا 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 لا. نشوه الاستبداد، نشوه الانتصار، بتعمل الحفاظ على السلطه، الحفاظ على الكرسي، اعتقد انه شهوه لا يدنيها شهوه. واعتقد ان اردوغان رجل فقد عقله في منصب السلطة وسوف يدخل بتركيا إلى أتون حرب أهلية لا محالة. لكن هل تقف أوروبا مكتوفة الأيدي؟ أنا أشك في ذلك، لأنه موقع أوروبا يعملوا إيه طيب؟ أعتقد أنه هناك ترتيبات وهناك تخطيطات وهناك خطط، لأنه حلف الناتو تركيا بالنسبة لحلف الناتو وبالنسبة للاتحاد الأوروبي وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة لمنظومة الدفاع وبالنسبة للحرب الباردة بين الغرب وبين روسيا، ما زالت روسيا هي العدو اللدود للغرب طبعا. أعتقد أن تركيا لا يمكن أن يتم وضعها في الهامش وإنما في القلب. معنى ذلك أن هناك دوائر مهمة داخل تركيا، دوائر في الجيش التركي مع دوائر مهمة جدا في حلف الناتو مع دوائر مهمة جدا في المخابرات الأمريكية CIA، لابد وأن تحافظ على الوضع في تركيا ألا ينفجر مهما كانت التضحيات، حتى لو كان هناك ربما دماء داخل الشارع وحتى لو كانت تضحية أردوغان ذات نفسه. لكن الآن وأردوغان هناك نماذج في التاريخ ونماذج في التاريخ الحديث لشخصيات مثل أردوغان تم إلقاء الطعم فالتقط الطعم وما جرى في صدام. أليس الأمريكان هم من أغروا صدام بدخول الكويت؟ أليس الأمريكان من أغروا القذافي بأن يدخل في إفريقيا ملك ملوك إفريقيا؟ وفي أمريكا الجنوبية في أماكن كثيرة جدا كان هناك طعم بيلقى لهذا الزعيم وهو يعلم أنه وصل مرحلة ربما النضج فيما يخص الاستبداد السياسي. أردوغان بيتحرك الآن صوب الهاوية، صوب نهايته، وهذه أيضا ليس أمنيات، وهنشوف لأنه الأيام بتتسارع كل ساعة وكل دقيقة بنجد خطوة جديدة. إغلاق المدارس، هل هذه المدارس بهذا العدد الكبير بهؤلاء المعلمين والدعاة وخطباء المساجد والموظفين وإلغاء الحرس الرئاسي، كل هذه أليسوا من فئات المجتمع التركي؟ يعني مش الجيش بس، ده من فئات المجتمع التركي، كل واحد من دول وراه قد ايه اسره وقد ايه احباب. وفتح الله جول لنفسه عنده رصيد روحي لدى الشارع قد ايه. انا اعتقد ان الامور بتتصعب. طيب نرجع تاني لفتح الله كل وفكره ان احنا لازم يجي هنا، طبعا دي فكره هايله جدا. يعني طبعا هيطلع ناس من المنظرين من هنا، والمنظرين دائما اللي عندنا مع اصل الاستاذ احمد المسلماني كان كاتب فكره كده، انا قاري النهارده حاجه زي كده وهولم على هذا الكلام رغم ان انا بايد فكره حضرتك جدا. ليه على فكره قلتها من سنتين يعني ليه ما نستفيدش؟ انا النهارده ما انا لازم النهارده انا يعني انت بتعمل ده، طب ما انا عندي قدره ان انا احتوي ده، وانت لما يبقى ده بيمثل لك ازعاج يبقى انا عندي ده. طول مصر طول عمر مصر كانت بتعمل، ودي في السياسه مشروعه، واذا ما عملناش كده يبقى احنا بنفقد اسلحه ووفق القوانين الدوليه. وانجلترا لندن فيها اكبر عدد من المعارضين والمناهضين لانظمتهم داخل لندن، بتعتبرهم رصيد بتنور بيه اوراق سياسيه. لازم ده خليه لازم ورقه سياسيه عندي. لازم ده لازم طبعا يحصل ده، انا اتمنى انه يحصل ده، وخاصه ان ده لان انا مش من مصلحتي ان انا اعادي حد من مصلحتي، بس انا طول ما انا هسكت طول ما انا هتمادى مع واحد غبي زي ده هو بيتمادى. يعني انت كل ما تسكت هو بيمد عليك تاني او بيقرب عليك، ده لازم بتصريحاته. بس يا استاذ ابراهيم انا في نقطه لبعض الناس اللي يعني المنظرين او المغيبين او اللي مش عايز يفهم، يعني خليني اقول اعتقد انه العلاقه بين مصر وتركيا مش علاقه اقتصاديه وشويه بضاعه رايحين وشويه بضاعه جايين، ومش علاقه شتايم من اردوغان لمصر والعكس، الموضوع اكبر من كده بكتير. تمام. انا بقول للناس افتكروا انه مصر تحت الولايه عندما كانت ولايه عثمانيه كان احتلالا ذليلا للدوله المصريه. كل ما جرى في عهد الدوله العثمانيه كان تخلف ورجعيه. ما حدش يطلع يقول لي اصله خلافه اسلاميه، ما هيش خلافه اسلاميه. طب ما داعش يشوف داعش خلافه اسلاميه بقى، اربط بقى. يعني انا يعني داعش بيطلب خلافه اسلاميه، داعش خلافه اسلاميه والنصره خلافه اسلاميه والقاعده خلافه اسلاميه والسلفيين خلافه اسلاميه والاخوان خلافه اسلاميه. يعني انا واعتصم بحبل الله
اي حبل من هؤلاء هو حبل الله. رايات الله، اي رايه، كل القتل بسم الله والتخريب بسم الله وكله الله اكبر. اي رايه من هؤلاء رايه سليمه. كل ما يجري الان على الساحه يجب ان نتعقل بانه مصر دوله كبيره أزلت تركيا في عام 1822 و23 و18. افتكروا إبراهيم باشا أعظم قائد عسكري مصري ماذا صنع في تركيا وفي الجيوش التركية، الجيوش العثمانية عندما كانت خلافة عثمانية. مصر دولة كبيرة، مصر دولة عظيمة. طيب. الناس بس بتنسى، وإحنا مش صغيرين. طيب إحنا مش دولة صغيرة. أنا بس بقول للناس الأسطول البحري المصري سنة 1864 رجعوها في التاريخ، راح خليج المكسيك ينقذ الاسطول بتاع نابليون الثالث. احنا يعني اللي عايز يبقى تابع ذليل لاردوغان اعتقد انه لا يستحق ان يكون مصريا. يروح له، يروح يقعد مع اللي هناك. انا بس عايز اسالك هنا سؤال، عايز اسالك سؤال هنا. المجموعه اللي هم اللي عمالين يشتمونا في القنوات دي كلها، مين اللي بيدفع مرتباتهم؟ وخاصه ان كان في ده مرتبات ايه اللي بياخد 100,000 دولار في الشهر، واللي بياخد 90، واللي مين اللي بيدفع مرتباتهم؟ قطر. قطر بتمول تركيا، لا تمول تركيا، بلد الامداد اللوجستي والتمويل المعلوماتي، وتركيا التمويل المالي. بوضوح يعني قطر بتمول بوضوح. وهم واخدين هذا الموقف العدائي ده كله، موقف عدائي ولا يمكن ان يتغير هذا الموقف، لانه خلقت ووجدت وصنعت دولة قطر من اجل هذا. لا تسيب ان قطر دي ما سيك منهم يعني، ده لا اصل ده لو حد عطس ممكن يروح في حته، ده لما بيقوم شويه هوا بيدوبوه من البحرين يا راجل انت. لا سيك منهم دول، انا بتكلم على تركيا. هو برضه هو حاميهم بانه عامل لهم قنوات من عنده اردوغان، القنوات الفضائيه اللي اتفتحت دي كلها، كل القنوات الفضائيه الموجوده في اسطنبول وفي تركيا مفتوحه بمعرفه المخابرات التركيه. كل الناس المتواجدين هناك بيعملوا عملاء عند المخابرات التركية. كل هؤلاء بيمدوا تركيا بكل المعلومات اللي عندهم على مصر. أنا أتصور أن هؤلاء خونة بشكل 100%، خونة بشكل 100%، ويجب أن يجردوا من الجنسية. يجب أن يصدر قرار واضح بإسقاط الجنسية. أنا لا، كمال الدين أتاتورك أسقط الجنسية عن عشرات الألوف من الذين وقعوا اتفاقية 1920. إحنا عايزين نسقط الجنسية عن كل هذه الأسماء. يعني اشفوا غليل هذا الشعب من كل هؤلاء الذين يخرجون ليل نهار شتائم في الدولة المصرية، في المواطن المصري، بشكل بسيط اسقاط الجنسية عن هؤلاء تمهيدا للمحاكمة. اعتقد انه مش محتاجين محاكمة لحد. لا 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 انا عايز افهم اسقاط. اصل احنا عندنا الحكومة يا اخي ده حاجة تعل يعني، ما اعرفش يعني راكبين توك توك، ده توك توك دلوقتي بيجري يعني وبيعمل حوادث حتى، يعني بيشاغب وبيعمل وبيخبط كده. دول ما فيش يعني. انا اسقاط الجنسيه دي ايه زي ما حضرتك قلت؟ ما نعمل ده خطوه بسيطه لكنها ربما تكون انا مش قادر افهم يعني. هل احنا خايفين نستفز اردوغان بيه يعني؟ ما هو خلاص هو جاب اخره ولا يمكن هيقدر يرجع. وتاني بقول واراهن، وهذا الكلام قلته من يعني بقى لنا 3 سنين بقوله، لن تكون هناك علاقات مصريه تركيه سويه في وجود اردوغان. خلاص انتهينا يعني قولا فصلا يعني. يجي بقى واحد يطلع تصريح عندهم، نقعد في الاعلام نتكلم ونهري ونقول وهتطلع العلاقات وهترجع. ما فيش علاقات مصريه تركيه في وجود. نسينا نتكلم على اسرائيل بس مفيش وقت. لا ما خلاص بقى الوقت خلص. انا استاذ نشأت انا يعني بحييك وبشكرك، واكيد يعني هنلتقي تاني في هذا الموضوع. بس ان شاء الله وانا حاسس كده اللقاء الجاي هيبقى فيه حاجات افضل وشيء نتمنى ونتعشم، لكنه بالواقع والمنطق والحسابات هيحصل بإذن الله. بشكر حضرتك. شكرا. بشكر حضرتك وتصبح على خير.